بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم. الكثير من الجماعات والأحزاب ما تجري وراء سراب، لماذا؟ لأن الإرادات الملتصقة بهذه التيارات هي إرادات شيطانية بشرية سيئة الطبع. لماذا؟ لأن لا تفوح منها رائحة التوحيد، ولا تتميز بآداب مع الله الواحد القهار. كل واحد منهم يظن يكون هو كما تقول أنت، من جاء من الهواء من لا شيء، ما يعرفوش اللي عندهم تاريخ ولا عندهم قادر قدير اللي بعثهم للوجود، واللي هو رقيب عليهم وحسيب. يظنوا اللي عملوا اليوم بما انه ما جابش نتيجة عقابية، وهذا حلال محلل، يعني هذا هو اللي فما مثلا ما يخالف ذلك. لا يا سيدي، أنت الآن في ميدان عمل، وغدا في ميدان حساب. العمل متاعك اليوم هو لله أو لغير الله؟ والله تعرفوا في قرارات أنفسكم أنه لشياطينكم، لأنكم عباد شياطين لا عباد الرحمن الرحيم. ولهذا إجرامكم تخلطوا وتتنوعوا في الحيل، وجيبوا من أحزاب من مطيعة لكم تحت سلطانكم، وتبدأوا تجيبوا وتجلبوا كل من هب ودب باش تغطيه بالأموال وتفسدوا الهمم نتاعو وتدخلوه باش يكون كما تقول أنت مرسونال. يعني أنت كحزب غير رباني تلوج المرتزقة. اعلم أن المال ومال الله، ولا العلم وإن كان مش علم اللي عندك أنت هو من عند الله، لكن الله ليس راض عنه، لأنه يعني علم تخريبي. وأعلم وأنا أعطيكم شوية من تاريخ الشيوعية. اليوم عندنا من هم فلو رئيس كل من الشيوعية ناويين هم من يصلحوا العالم برجوعهم إلى السلطان، سدة الحكم ترجعوا لها مش تزيدوا وتستجرموا أكثر. ولهذا أدفع الناس إلى التاريخ وينظر التاريخ القريب، خاصة ماذا وقع في الجولاك وماذا وقع في الشرق والغرب من كوبا وغير كوبا، اعلموا. وافغانستان وقت شياطين الشيوعيه من خذوا الحكم رجعوا لها هذه الايام الكالحه، وتراوا الناس هذوما لابد ان تقصوا لهم في الخشيش كما يقول العامه، ان تضربوا على ايديهم وتفضحوا شانهم وتحذروا الناس من الوقوع في شباكهم، لأن الامر سيكون إما فوات فرصة لهؤلاء وتكون الأمة بمنأى عن المخاطر، ولا يكون العكس والأمة مش تدفع ثمن باهظ لأن استسلمت ولأن تهاونت ولأن تسيبت. والتسيب لا يأتي إلا بالخراب. والسلام على من اتبع الهدى.